لو فات انك تحب حاجه دونك باش تبدع فيه، مهما بغض النظر عنك انك تكون امنيه، هي الاختصاص لو فات انك تحب الحاجه اللي قريتها دونك باش تنجح في المهنه نتاعك. نقيب ألفة بوقطف من الديوان الوطني للحماية المدنية. الخطة الوظيفية الحالية متاعي هي رئيس مصلحة بإدارة الأفراد والعمل الاجتماعي، متحصلة على الأستاذية من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، مختصة في الجيوفيزياء، وقريت سنة أولى في الاختصاص الجيومورفولوجيا والبيئة. دخولي للأمن كان عن طريق الانتداب المباشر، انتداب ملازمين، والانتداب كان مش عن طريق الصدفة، خاطر أنا الوالد كان أمني وكان يمثل لي بالنسبة لي أنا ريفيرونس وقدوة، ورأى فيه معناها حبيت من قبل ندخل سلك الأمن. تم انتدابي في 2013، عندي تجربة متاع 7 سنين. تجربتي من أولها كانت مؤطرة من قبل القيادات متاع الحماية المدنية، وكان فما ديما فما تكوين مستمر وفما مساندة للعنصر النسائي خاصة فئة الضباط، وما لقيتش حتى معناها قلق، على خاطر أنا عنا دورة واحدة دخلنا كيف أولاد دورتي، معناها نفس التكوين نفس المسيرة نفس الشارج متاع الخدمة، دونك ديما تلقى روحك ديما تمشي في تنارير صحيح. راهو العمل الأمني فيه إطارات، فيه اختصاصات، فيه الموجود في الميادين اللي موجودة الكل تلقاها، عنا طبيب، عنا المهندس، عنا الاختصاصات القانون، يعني الاختصاصات الكل موجودة، وننصحهم أنا كمن تجربتي باش يلقاو رواحهم، وأي لو فات أنك تحب حاجة دونك باش تبدع فيه، مهما بغض النظر عنك أنك تكون أمنية، هي الاختصاص لو فات أنك تحب الحاجة اللي قريتها دونك باش تنجح في المهنة متاعك.